السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في شبكة فري ليرنز التعليمية. شبكتنا بتحرص دايما على تطوير المواطن العربي في شتى مجالات الحاسوب، في سواء كان في البرامج الجرافيك، سواء كان في البرمجة، سواء كان في المالتي ميديا عموما، سواء كان في الشبكات، الكلام ده كله. الحمد لله معانا محاضرين كويسين جدا على مستوى العربي، عندهم خبرة كبيرة في مجال التدريس ومجال توصيل المعلومة وإيضاح. إن شاء الله أمتكم معانا بقى كده، ادعوا لنا إن ربنا يجدد بينا ومن عزمتنا ونواصل معاكم إن شاء الله. وبمناسبة افتتاح الموقع الجديد أو الشبكة الجديدة بتاعتنا، احنا هنقدم كورس جديد وهو الأدوبي فلاش CS5 كامل متكامل بملفات العمل، كورس احترافي لكل مواطن عربي. إن شاء الله ربنا يتقبله منا ويجعله فايدة بإذن الله. خليني بقى أخش على البرنامج بتاعنا والكورس بتاعنا. عايز أقول لك قبل ما تخش على الفلاش لازم تكون فاهم كويس قوي الامتدادات بتاعته اللي بيطلعها الفلاش والسورس كود والسورس بتاعه والكلام ده كله، أو أنواع الملفات بتاعته. عندك الفلاش زي اي برنامج في الدنيا ليه سورس، انت بتثبت الفلاش عادي خالص وبعدين بتضغط عليه دبل كليك بعدين بيفتح لك بالشكل انت شايفه ده. ما تيجي تشتغل جوه تعمل سيف بتحفظ، بيبتدي يحفظ لك البرنامج، بيحفظ لك الملف العمل ده بصيغه فلاش FLA. اشهر امتدادات بتطلع من الفلاش ده او ملف العمل هو الملف الفلاش اللي احنا بنشوفه في الاعلانات والكرتون والكلام ده كله، اللي هو SWF او سويف. ده ملف الفلاش بتاعنا، بيطلع حاجات كتير تانية هنعرفها كلها في الكورس ده، وهناخد الواتس نيو كمان في الفلاش CS5. خليني اقول لك بقى الفرق بين ده وده وشكلهم عامل ازاي. انا هنزل ده وبعدين هخش على ملفات العمل. الحاجات دي هتلاقيها معاك في مرفق في كورس ملفات العمل. عندك الفصل الاول بتفتحه هتلاقي حاجتين كده، ملفين. بالنسبه انا يعني معلش انا يعني يمكن اللي عارف فلاش شويه يعني يستحملني شويه علشان انا بشرح للي مش عارف حاجه خالص الفلاش. ملف الفلاش FLA ده الاحمر ده السورس او ملف العمل بتاعي. ده ال SWF اشهر امتدادات الفلاش واللي هو بيخرج منه انيميشن والكلام ده كله. ده دبل كليك عليه بتيجي تظهر لك حاجه زي كده اللي هو بايه بيشتغل بالادوبي فلاش بلاير. لما تيجي تضغط كليك يمين كده هتبص تلاقي القايمه دي واخرها ادوبي فلاش اللي هو الفلاش بلاير، يبقى ده ملف فلاش خارج منين؟ من الفلاش. طيب ده شيء جميل. خش بقى على الحته اللي في النص دي، يعني لسه برضو في انواع الملفات بتاعت الفلاش. ده وده هو ملفات فلاش عاديه FLA عاديه، بس هنا بيتعامل مع الاكشن سكريبت فقط 3، وهنا فقط بيتعامل مع الاكشن سكريبت 2. تمام. طيب الادوبي اير ده ملف بتقدر من جواه تشتغل ويبات، وبتقدر تشتغل ابلكيشن للديسكتوب والكلام ده. هناخد درس عليه كويس وهنعرف هو بيعمل ايه. الايفون ده ملف FLA برضو، بس بتخش جواه عشان تعمل ابلكيشن للايفون او الموبايلات. كتير مننا شاف الايفون طبعا وعارفه، والموبايلات والسوفت وير بتاع الموبايلات ده حاجه زي كده. طيب الفلاش لايت 4 ده يا سيدي هقول لك ده السورس بتاعه علشان بتعمل بيه ابلكيشن للويبات وكذا، وابلكيشنز كتير يعني. الاكشن سكريبت فايل ده عباره عن امتداد، ملف امتداده AS. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ثلاث حاجات، ال FLA وال SWF وال AS .AS .FLA .SWF. ادي الامتدادات اللي عندنا. ده بيفتح لك حاجه كده زي كده، فقط انك تقدر تكتب جواه كود اكشن سكريبت بس. الفلاش جافا سكريبت فايل ده ملف جافا سكريبت،
واحنا عارفين، او لو انت ما كنتش عارف اقول لك برضو معلومة مهمة خالص، ان الاكشن سكريبت اساسها جافا سكريبت. اللي يعرف جافا سكريبت كويس هيبدأ يشتغل في الاكشن سكريبت كويس، مش عارف ماشي مفيش مشاكل، هتبدأ من الاكشن سكريبت عادي خالص مفيش اي مشاكل. بص برضو بص على الجافا انها هتساعدك شوية. عندك الفلاش بروجكت، ده ملف عشان تدير منه كل الحاجات دي، كل الكلام ده، بيفتح اي حاجه، بيفتح اي اس اي اس، بيفتح اف ال اي، بيفتح اس دبليو اف، بيفتح اي حاجه. الاكشن سكريبت كلاس، كلاسز دي هناخدها، الكلاسز دي بالذات هناخدها في الاكشن سكريبت 3 في الكورس ده. الانترفيس بتاعتها عباره عن تمبلتس بس، يعني ممكن اضغط لك ضغطه كده بقول لك انت هو الاسم ايه، هقول له مثلا اسم كذا، بيفتح لك بيفتح لك حاجه زي كده فقط بس، يعني ايه ده كل ده بيفتح لك، هنتعرف عليه بعدين في وقته باذن الله. عايز افكرك قبل ما انهي الدرس، الامتدادات اف ال اي ده السورس بتاعي، الاس دبليو اف ده اهم حاجه، الامداد دي خد بالك منها واعرفها، وهنبدا نشرح او نخش على الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.